أهمية خصائص فوريير أنه ساعدني في كيفية إيجاد تحويلة فوريير دون المرور باستخدام عملية التكامل. مثل ما أنه ذكرنا بالمقطع السابق أنه آلية إيجاد تحويلة فوريير هو باستخدام التكامل، سواء كان بالتحويل المباشر أو بالإيجاد المعكوس مالته. فبالتالي أنه نحتاج أنه أوجد التكاملات. المشكلة أنه أحيانا تكون بعض التكاملات معقدة، كثرة استخدام الحسابات الرياضية، عدم الدراية الكافية بأساليب وطرق التكامل قد تدخلنا في مشاكل. فلذلك نلجأ علما إلى استخدام خصائص تحويل فوريير. فالنقطة الأساسية اللي لازم نذكرها أنه الأهمية أو أهمية خصائص فوريير هو تسهيل عملية إيجاد التحويل أو التحويل العكسي، يعني إيجاد التحويل المباشر أو العكسي بدون المرور باستخدام التكاملات. طيب خلينا نناقش هسه بهذا المقطع أهم خصائص تحويل فوريير، يعني الخصائص المهمة اللي نستفاد منها في كثير من العمليات المتعلقة وخاصة مهندسي الاتصالات. زين، الخاصية رقم واحد اللي هي أولا الثنائية التايم فريكونسي ديوالتي، اللي هي ثنائية ما بين التايم دومين والفريكونسي دومين. احنا ذكرنا انه المعادلات المستخدمة في التحويل سواء كانت المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، نقصد بالمعادلة الأولى معادلة تحويل فوريير، هذول المعادلتين سواء كانت الدايركت أو الانفيرس فوريير ترانسفورم، هذول معادلتين يوجد بيناتهم شبه كلش كبير. الشبه لو أكتب المعادلتين هسه مثلا، يعني لو فرضا أنا عندي جي أوف تي، هذه جي أوف تي اللي هي بالتايم دومين، أريد أوجد تحويل مالتها أحولها للجي أوف أوميجا للفريكوانسي دومين، يعني أوجد تحويل فوريرها. فالقاعدة اللي عندي أنه أنا لازم شنو هنا أستخدم تكامل، فراح يصير عندي تكامل زائد ناقص ما لا نهاية للإشارة مالتي اللي هي جي أوف تي مضروب في إكسبونيشن ناقص جي أوميجا تي دي تي. فخلي أتصور أنه هذا خلينا نقول العملية تمر، فالإشارة مالتي جي أوف تي تمر بهذا التكامل حصل على جي أوف أوميجا. زين، إذا بالعكس إذا رجع من الفريكوانسي دومين للتايم دومين، فلازم أنه الإشارة مالتي تمر بالإنفيرس فوريير ترانسفورم حسب الصيغة التالية اللي هي زائد ناقص ما لا نهاية، يعني واحد على 2 باي للجي أوف أوميجا في إكسبونيشن ناقص جي أوميجا، هذه زائد جي أوميجا تي دي أوميجا. هذه العملية خلي افترضها، فالإشارة مالتي هالمرة من الفريكوانسي دومين أمررها بهذه العلاقة راح أحصل على الجي أوف تي. طيب خلي أوجد التشابه ما بين المعادلتين حتى أنه ممكن أنه صيغة الثنائية ما بيناتهم. التكامل حدودها هي نفسها، عندي أولا الاختلاف الأول زائد ناقص هذه الجي أوف تي، هذه الجي أوف أوميجا الدي تي دي أوميجا، الاختلاف بعد وين؟ بمقدار قيمة الفاكتر اللي هو 1 على 2 باي. إذا هنا خلي انتبه على هذه العلاقة، ممكن أنه أنا استفاد من هذه العلاقة أنه الثنائية أو مبدأ الثنائية للمقارنة ما بين الخصائص ما بين تحويلة فوريير بالتايم دومين أو من الإشارة بالتايم دومين لفريكوانسي دومين، ممكن أنه استفاد من عدها. كيف راح استفاد من عدها؟ يعني وكأنه أنا عندي صورة والمسودة مالتها، ممكن أنه أنا أستخرج الصورة من المسودة، أو بالعكس ضمن خصائص معينة يمكن استخراج المسودة للصورة الفوتوكوبي مالتها من الأصل مالتها. طيب خلي استفاد هسه من هذه العلاقة. لو كان عندي الإشارة دي اوف تي ناقص تي نوت، هالمرة عندي إشارة بالتايم دومين لكن بيها شفت بمقدار قيمة تي نوت، هذه الإشارة إذا أريد أحولها للفوريير الدي اوف تي الأصلية هي دي اوف أوميجا، في تأثير الشيفتنج هذا اللي موجود عندي أخذ بالإشارة هو إكسبونيشن ناقص جي أوميجا تي نوت بهذا الشكل. بمعنى أنه لو كان عندي هالمرة بالعكس، وين الثنائية؟ هنا راح أطبق مبدأ الثنائية بالاستفادة من العلاقة ما بين المعادلتين. يعني هنا أنه انتبهت أنه لو كان عندي المعادلة مالتي أنه أنا عندي إشارة بالتايم دومين هي شفت بمقدار قيمة تي نوت، وهذا تي نوت هو كونستانت، هذا رقم موجب سالب ما عندنا مشكلة به. فالآلية أنه تحويل الجي أوف تي هو جي أوف أوميجا، وتأثير هذا المقدار هو عبارة عن الإكسبونيشن. طيب هسه لو أعكس الصورة، لو كانت المعادلة اللي عندي هي عبارة عن جي أوف تي مضروب في إكسبونيشن زائد جي أوميجا نوت تي، زين أريد أوجد تحويلة فوريير إلها، فالقاعدة خلي أطبق مبدأ الثنائية أنه الجي أوف تي تعطيني جي أوف أوميجا، زين وتأثير هذا الإكسبونيشن باعتبار مضروبة في إكسبونيشن هو ناقص أوميجا نوت. يعني إذا كانت الإشارة بالتايم بها شيفت، فهالمرة
تحويلتها هي عبارة عن تأثير شيفت اكسبونينشال. هالمرة بالعكس راح عكس الصورة، انه لو كان عندي بيت تايم اشارة مضروبة باكسبونينشال فتأثيره هو شيفت بالفريكوانسي. هذا مبدأ الثنائية، يعني انا عكس الصورة اللي عندي. فاللي جاي يصير عندنا اللي هنا هسه، انه انتبه على هذه القاعدة، انا عندي اشارة شيفت بيت تايم تأثيره اكسبونينشال بالفريكوانسي، هالمرة طبعا نقصد بالاكسبونينشال يعني مضروب، وراح اعرف شنو التاثير مالته من اوصل لهذه الخاصيه، ايش نقصد بالاكسبونينشال يعني ضرب. لكن هسه انا تركيزي على مبدا الثنائيه، انه ما بين التايم والفريكوانسي، اذا كانت الاشاره عندي بالتايم بها شفت بمقدار قيمه كونستانت معين فتاثيرها اكسبونينشال. اعكس الصوره، لو كان عندي بالتايم انه عندي اشاره مضروبه باكسبونينشال فتاثيرها شفت، او بالعكس اذا كان عندي بالفريكوانسي اشاره بها شفت بالفريكوانسي فتاثيرها هذا هو عباره عن ضرب بالمقدار قيمة الإكسبونيشال للتايم دومين. هذه هسه الخاصية رقم واحد اللي هي ثنائية ما بين الفريكونسي وما بين التايم دومين، وممكن أنه أنا أوجد الصورة بيناتهم عن طريق استخدام الخصائص. الخاصية الثانية اللي عندنا من خصائص تحويل فورير هي خاصية السيمتري. التناظر اللي موجود عندي اللي هنا، يعني فرضا أنا لو كان عندي إشارة هي جي أوف تي إلها تحويل هو عبارة عن جي أوف أوميجا، زين هالمرة راح أعكس الصورة، لو كان عندي إشارة بالتايم دومين صورتها صورة الإشارة بالفريكوانسي دومين، يعني هذه كابيتال جي أوف تي حتى أميزهن، هذه الإشارة اللي هي بالتايم بعد ما حولتها لها صورة بالفريكوانسي. هالمرة لو كان بالعكس إنه نفس الصورة اللي موجودة بالفريكوانسي هالمرة أجتني بالتايم، فشنو التحويل مالتها؟ تحويلتها راح تكون هي عبارة عن أولا نفس هذه الإشارة دي اوف، لكن بدل ما انه اوميجا يصير ناقص اوميجا، هذا تاثير اولا سيمتري، ثانيا مضروبه في 2 باي. زين هذا ممكن نثبتها بسهوله الاثبات مالتها، لكن خلي اخذ مثال هسه على انه توضح الصوره. لو فرضا كان عندي جيت، هذه جيت فانكشن بهذا الشكل، هذه تي هذه بالتايم لها تاو على 2 بماينس تاو على 2، يعني العرض الكلي تاو مات البلس وارتفاعها 1، هذه جي اوف تي تحويلتها هي عبارة عن سينك اللي هي راح تكون بهذا الشكل، سينك فانكشن هذه هي عبارة عن جي اوف اوميجا، وهذه ناقشناها في مثال في المقطع السابق وثبتنا كيفية ايجادها. هذول النقاط اللي يمثلون الفيز زيروز بالنسبة لها اللي هي راح تكون 2 باي على تاو بناقص 2 باي على تاو، وهذه قلنا راح تكون قيمتها تاو، بمعنى انه تحويله البلس هذه هي عباره عن تاو سينج 2 باي على مقدار قيمه التاو اللي موجود عندي اللي هو اوميجا تاو على 2. زين هسه هالمره انه لو بالعكس السينج اجالي بالتايم دومين، يعني هذه اشاره تايم دومين هي صورتها سينج، هذه هي عباره عن هذه تاو، هذه النقطه راح تكون عندي 2 باي على تاو، وهذه النقطة هي عبارة عن 2 باي على تاو بالسالب، لكن هالمرة هذا تي حتى أميز، هذه تي هذه تي هذه هنا شنو؟ أوميجا بالفريكوانسي. زين هسه إذا أطبق مبدأ السيمتري لإيجاد الفورير فأقول أولا هذه لازم تصير جيت، زين هذه راح تصير عندي جيت، حدود الجيت هذه شنو؟ هذا طبعا أوميجا. الجيت راح تكون عندي أولا تنظر في 2 باي، يعني هي اصلا قيمتها 1 في 2 باي راح تصير هذه الامبليتود مالتها 2 باي، هذه راح تكون هي عندي هنا جي اوف اوميجا فريكوانسي دومين، هذه هالمره هي جي اوف تي. زين النقاط اللي هنا هذه نفس الكلام، تاو على 2 ناقص تاو على 2 تاو على 2 ناقص تاو على 2 بهذا الشكل. فايش راح يصير عندنا اللي هنا حتى اطبق مبدا السيمتري، انه انا لو كان عندي اشاره بالتايم دومين لها تحويله بالفريكوانسي، هالمره انعكست الصوره انه الشكل اللي مفروض بالفريكوانسي اجالي بالتايم، اذا النقاط مالت اللي هنا لازم يرجع نفس صورتها بالتايم، لكن شنو الاختلاف؟ مضروبه في 2 باي، هذه نسميها قاعده السيمتري، تناظر ما بين. طبعا هنا خلي في بالي تاثير هذا اللي هنا المفروض انا عندي ناقص اوميجا، لكن لانه هذه الاشاره الجيت هي عباره عن ايفن فانكشن، بمعنى انه الجي اوف ناقص اوميجا هي تساوي لي جي اوف اوميجا، الداله زوجيه متناظره على الواي، فما عندي مشكله انه بمقدار قيمه الاشاره السالب، هذه الاشاره السالب المفروض انه بالقاعده، لكن لانه الداله مالتي هي داله زوجيه فبالتالي تاثير السالب ما راح يكون موجود ولا الى تاثير. زين
خلي ابسط الامور يعني اكثر، خلي نعطيها الملاحظه بالشكل التالي. هذه المعادله جيت اللي هي نسميها ريكتانجل فانكشن، المعادلتها ريكتانجل اوف تاو اوف تي على تاو، هذه شكل رياضيا نكتبها. تحويلتها قلنا هي عباره عن سينك، رياضيا اكتبها هي تاو اللي هو العرض البلس، سينك مقدار قيمه الاوميجا المتغير في تاو في عرض البلس على 2. اوكي، اذا بالعكس هالمره انه انا كان عندي تاو، هذه المعادله اللي هي تاو اجتني بالتايم، سينك المقدار قيمه تاو هالمره في تي حتى اميزها عن هذه تا اوميجا على الارض مالت البلس اللي هو 2 هذا الشكل، من احولها رياضيا راح يصير هو 2 باي في ريكتانجلر اللي هي الجيت اوف ناقص اوميجا حتى اطبق الخاصيه، ناقص اوميجا على مقدار قيمه الارض اللي هو تاو، ولانه البلس قلنا مالتنا زوجيه فهذه الاشاره مالت ناقص اوميجا ارفعها واكتب هي زائد. زين هسه هذه الخاصيه الاولى اللي هي خاصيه السيمتري. طيب خلي اخذ هسه الخاصيه الثانيه. الخاصيه الثانيه اللي موجوده عندنا اللي هي خاصيه السكيلينج. خاصية السكيلينج انه انا لو كان عندي اشارة هي جي اوف تي الها تحويل بالفريكوانسي دومين يعني فوريير ترانسفورم جي اوف اوميجا، اوكي تطبق عليها كل الشروط، فممكن ايجاد تحويل فوريير جي اوف اوميجا. هالمرة لو كان البلس اللي عندي هي جي اي اوف تي، هنا عندي انه الاشارة مالتي تحتوي على سكيلينج مقدار قيمة الكونستانت اي، فالتحويل فورير إلها هو واحد على مطلق الكونستانت اللي موجود عندي في تحويلة الدالة مالتي نفسها جي، لكن هالمرة كل أوميجا أقسمها على الأي هالشكل. زين طبعا هذه الإثبات مالتها ممكن نثبتها بسهولة، يعني حفترض أنه مثلا جي أوف أي أوف تي اللي يتمثل مقدار قيمة الفورير ترانسفورم تحويلة فورير للإشارة مالتي جي أوف أي تي حسب القاعدة من الإثبات هذا مالتها هو تكامل زائد ناقص ما لا نهاية لجي اوف اي تي في اكسبونيشال ناقص جي اوميجا تي دي تي. راح افترض هذا او افرض هذا المقدار انه راح افرض اكس تساوي لي اي تي، فبالتالي مشتقتها دي اكس هي يساويني اي دي تي بهذا الشكل، او بمعنى انه الدي تي تساوي لي واحد على الاي دي اكس. اوكي زين اعوض هسه اللي هنا راح تكون عندي هذا المقدار احوله اللي هنا اعيد كتابته. طبعا هنا خلي انتبه حدود التكامل نسبه انمل للتي هذه تي، فاذا كانت تي تقترب للناقص ما لا نهايه الاكس تقترب للناقص ما لا نهايه، واذا كانت تي تقترب للما لا نهايه الاكس راح تقترب للما لا نهايه باعتبار كونستانت في ما لا نهايه ما لا نهايه، فحدود التكامل راح تكون هي ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، وهذا على حدود منه الاكس حتى افتهم شلون غيرت حدود التكامل. هذه راح تصير عندي جي اوف اكس اكسبونيشال ناقص جي اوميجا التي، شنو هي قيمتها من هذه المعادله؟ تي هي واحد يعني اكس على اي في الدي تي هو واحد على الاي دي اكس، هذا هو مقدار قيمه الدي تي. اوكي فهسه هذا الواحد على اي كونستانت طلع لي برا، من عندها راح ارتب المعادله راح يكون عندي واحد على الاي تكامل زائد ناقص ما لا نهايه لمقدار قيمه الجي اوف اكس في اكسبونيشال ناقص جي اوميجا على اي في المتغير مالتي اللي هو الاكس في مقدار قيمه الدي اكس. فبالتالي هسه اصبح شنو عندي هنا؟ هذه هي تحويله فورير، قاعده تحويله فورير، لكن المن لمقدار قيمه الاوميجا على الاي، فبالتالي الناتج مالتها راح يكون واحد على الاي جي اوف اوميجا على الاي اللي هو مقدار القاعده اللي عندنا. طيب هنا طبعا ننتبه على نقطه ملاحظه خليها في بالي، اذا كان مقدار الكونستانت الاي هو كمية اقل من صفر فالناتج مالت التحويل راح يكون هو سالب واحد على الاي في جي اوف اوميجا على الاي، لذلك احنا شنو خلينا؟ مطلق، حتى في حال كون الكونستانت موجب سالب يعني اكبر من صفر اقل من صفر دائما راح يكون عندي واحد على الاي، واحد على مقدار قيمة الكونستانت اللي موجود. زين هنا انا خلي انتبه على نقطة، شنو التأثير هذا؟ يعني التأثير الفيزيائي على العملية هذا الجاي يصير عندنا شنو هنا؟ القاعده اللي عندي انه الداله مالتي هنا اذا انضربت في التايم دومين فتاثيره هو عباره عن قسمه رياضيا، يعني اذا كان عندي ضرب بالتايم فيقابله قسمه بالفريكوانسي، هذا رياضيا
زين فيزيائيا شنو هو؟ فيزيائيا انه الاشاره مالتي اذا كان بيها كومبريشن بالتايم يقابل اكسبانشن بالفريكوانسي وبالعكس. يعني اذا كان عندي داله مالتي بيها عمليه انضغاط بالتايم يعني الزمن مالتها جاي اضغطه يقابل انه انفراج وانفتاح بالفريكوانسي وبالعكس. هذا هنا التاثير مالته راح نشوف اللحظه هذا كلش بشكل واضح اكثر في من ندخل على موضوع الموديليشن وخصائص الموديليشن. فبالتالي راح يصير عندي عملية الكومبريشن والإكسبانشن هذا شيء واضح، لكن أخليها في بالي. وهذه من النقاط المهمة اللي عندنا العلاقة ما بين التايم والفريكوينسي، إنه الإشارة مالتنا دائما إذا كان بالتايم إشارة عريضة يقابل بالفريكوينسي إنه عندي الطيف مالتها يكون هو ضيق أو نارو فريكوينسي، أو بالعكس إنه لو كان عندي بالتايم الإشارة مالتي هي عبارة عن إشارة كومبريشن إن تايم يقابل إنه انفراج بمقدار قيمة الإكسبانشن بالفريكوينسي دومين. طيب مثال على هذه الحالة، خلي أخذ مثال على تطبيق السكيلينج. لو كانت المعادلة مالتنا، خلي أفترض هسه المثال اللي موجود عندي على نموذج السكيلينج هي الجيت فانكشن، باعتبار جاي نتعامل وياها هواية وصارت عندنا المفروض انه من البديهيات. انا عندي جيت ارتفاعها واحد، هذه جي اوف تي، الارض مالتها تاو، بمعنى انه هذه تاو على 2 سالب تاو على 2 هذه تي. هسه هذه المفروض تحويلتها هي قلنا السينج، فبالتالي هذه جي اوف اوميجا راح تكون هي عبارة عن تحويلة البالص. راح اخذ الاشارة مالتي بهذا الشكل في النموذج، الشكل هذه اوميجا، هذه هنا هي تاو، هذه اول زيروز اللي هي راح تكون مساويه الى 2 باي على تاو بسالب 2 باي على تاو. اوكي زين، هسه هالمره لو كانت الاشاره ما اتصار بها عمليه شنو، بدل ما كان هذا العرض مالته هو تاو، هالمره راح اخلي 2، يعني راح افترض ان البلص اللي موجود عندي راح تكون اوسع، هذه راح يصير عندي تاو، هذه ناقص تاو، بمعنى انه العرض الكلي هو مقداره 2 تاو، وهذه هنا الامبلتود مالته واحد، ما عندي مشكله. انا عندي اللي هي اهم التايم، يعني صار عندي عمليه اكسبانشن بالتايم، بدل ما كان انه هذه هنا 1 تاو هنا صارت 2 تاو، هذه هي عباره عن جي اوف تي. زين تاثير هذه الاثنين انه هذا المقدار يصير بعمليه شنو قسمه، فيصير عندي عمليه شنو اكسبانشن الكومبريشن العفو، اذا كان عندي اكسبانشن بالتايم توسع بالتايم يصير عندي انضغاط بالفريكوانسي دومين. فالاشاره مالتي راح تكون كامبليتيود هو نفسه واحد، لكن من ينظر في مقدار قيمته فيكون عندي 2، فاولا الامبليتيود راح يكبر، لكن هالشكل راح يصير عندي هذا المقدار، فيصير عند هذا المقدار راح يكون هو 2 في تاو، باعتبار انه التحويله هي عباره عن عرض البلس مضروب كامبليتيود، فيصير عندي 2. هذه النقاط بدل ما انه 2 باي على تاو راح تتقسم على السكيلينج اللي هو مقدار 2، فيصير 2 باي على 2 فيصير عندي باي على تاو، وهذه باي على تاو بالسالب، فصار عندي انضغاط. طبعا كل النقاط راح يصير بها انضغاط تتقسم على مقدار قيمه السكيلينج. فهذه الخاصيه هنا خاصيه السكيلينج، انه التاثير مالتنا بالاشاره راح يكون انه اي اشاره يكون عندي بيها اكسبانشن بالتايم يقابل كومبريشن بالفريكوانسي وبالعكس. زين الخاصية رقم 4 اللي هي خاصية التايم شيفتنج، انه لو كان عندي اشارة بالتايم دومين بيها شيفت بمقدار قيمة كونستانت معين هو تي نوت، يعني هالمرة لو كان انا عندي تي اوف جي اوف تي الها تحويل هو جي اوف اوميجا، لو صادف انه الاشارة بالتايم بيها شيفت بمقدار قيمة تي نوت، فتحويلة الاشارة اولا تحويلة الاشارة الاصلية هي جي اوف اوميجا، في تأثير الشيفت أخذه بالإشارة هو exponential ناقص J أوميجا T نوت. زين بهذا الشكل وهذا الإثبات مالتها نفس الكلام، ممكن أنه نثبته بسهولة، يعني أنه تحويلة فورير للإشارة G of T ناقص T نوت تساوي تكامل حسب التكامل للإشارة اللي هي G of T ناقص T نوت في زائد J أوميجا T DT، هذه الإشارة ناقص. طيب هسه نفس الكلام، راح أفرض هذا المقدار، راح أفترض إنه مقدار التي ناقص التي نوت هو يساوي لي إكس، إذا كان راح أشتق المعادلة الدي تي يساوي لي دي إكس باعتبار هذا المقدار كونستانت مشتقته صفر، وبعد أدي إنه مقدار قيمة الإكس شو راح تكون من هذه المعادلة، تكون هي عبارة عن مقدار العفو مقدار قيمة التي أحتاجها، مقدار قيمة تي راح تكون هي x زائد مقدار قيمة التي نوت، فأعوض هسه بالمعادلة هذه تي، هذه تي أعوض هسه اللي هنا، راح يكون عندي
حدود التكامل بنفس الأسلوب، هذه هي لتي. إذا كانت مقدار قيمة تي ناقص ما لا نهاية فقيمة إكس ناقص ما لا نهاية، وإذا كان مقدار قيمة تي ما لا نهاية قيمة إكس زائد ما لا نهاية، هذه هنا إكس. راح يصير عندي جي أوف إكس في ناقص جي أوميجا، قيمة تي شنو هي من هذه المعادلة؟ هي إكس زائد تي نوت في مقدار قيمة الدي تي اللي هي دي إكس. هالمرة وزع هذا ال إكسبونيشال، راح يكون هو من ناقص ما لا نهاية لزائد ما لا نهاية للجي أوف إكس في إكسبونيشال ناقص جي أوميجا إكس في ناقص جي أوميجا تي نوت. أوكي، دي هذا المقدار هنا بدل ما كان عندي هو بدلالة مقدار قيمة الدي تي صار هو بمقدار قيمة الدي إكس، باعتبار قلنا إنه مقدار قيمة الدي تي هي دي إكس، فهنا عندي دي إكس. هذا يعتبر كونستانت طلع لي برا، فيصير هو إكسبونيشال ناقص جي أوميجا تي نوت في تكامل زائد ناقص ما لا نهاية للجي أوف إكس في إكسبونيشال ناقص جي أوميجا إكس دي إكس. هسه هذا هو تعريف تحويلة فوريير للإشارة، فبالتالي راح يصير النتيجة اللي عندي هو مقدار قيمة الإكسبونيشال ناقص جي أوميجا تي نوت في مقدار قيمة الجي أوف أوميجا. أوكي، إذن هسه النقطة الأساسية اللي عندي، وأنا عندي الإشارة مالتي لو كان هي عبارة عن إشارة شيفتنج بالتايم، فتأثير الكونستانت اللي موجود عندنا راح يكون هو عبارة عن إكسبونيشال بالفريكوانسي. هذه الخاصية رقم 4، وطبعا هذه راح نناقشها في موضوع الفيزيكال إكسبلينيشن، من ناخذ انه اللينير فيز راح نشوف شو نقصد به انه الكونستانت اللي هو الإكسبونيشال اللي يضرب في الفريكوانسي دومين شنو التأثير مالته. اخذ الخاصية رقم 5 اللي هي خاصية الفريكوانسي شيفتنج. هالمرة راح أطبق مبدأ الإيديوتي اللي قلنا الثنائية اللي ناقشناها بالبداية المقطع، أنه العلاقة ما بين التايم والفريكوانسي أو الثنائية ما بيناتهم. هنا لو كان عندي جي أوف تي، هذه قلنا لها تحويلة هي جي أوف أوميجا. هالمرة أنه يكون عندي إشارة بالتايم مضروبة بإكسبونيشال زائد جي أوميجا نوت تي، مضروبة بمن؟ بمقدار قيمة الأوميجا نوت، مو تي نوت، لا هالمرة إنه المضروبة بمقدار قيمة الإكسبونيشال بمقدار قيمة الفريكوانسي الموجود. فتحويلتها هذه حسب الـ DUT، أولا تحويلة الإشارة الأصلية هو G of أوميجا، وتأثير الإكسبونيشال بالتايم هو عبارة عن أخذ عكس الإشارة هو شيفت بالفريكوانسي هالشكل. هذه هالمرة الإثبات مالتها إنه تحويلة فوريير للإشارة اللي هي G of T في إكسبونيشال زائد جي أوميجا نوت تي راح يكون مساوي إلى تكامل زائد ناقص ما لا نهاية دي الإشارة. الإشارة ما تي هي عبارة عن جي أوف تي في زائد جي أوميجا نوت تي في ناقص جي أوميجا نوت أوميجا تي دي تي. طبعا هذول هسه اللي هنا باعتبار تو إكسبونيشال راح أرتب المعادلة الرياضية، راح يصير هو عبارة عن تكامل زائد ناقص ما لا نهاية لمقدار قيمة الجي أوف تي في هنا راح يكون عندي مقدار قيمة الإكسبونيشال ناقص جي، أطلعها لي برا، راح يكون عندي أوميجا ناقص أوميجا نوت تي في مقدار قيمة الدي تي. هالمرة هسا هذه أصبحت إنه هذه هي تحويلة فوريير، لكن بدل ما يكون عندي أوميجا يكون عندي أوميجا ناقص أوميجا نوت، فبالتالي راح يصير هذا هو عبارة عن الجي أوف أوميجا ناقص أوميجا نوت. أوكي، هسا هذه مقدار قيمة الإثبات. التأثير هنا شنو هو؟ القاعدة اللي هذه راح استفاد من عدها، هذا تفيدني بالدرجة الأساس من أصل لموضوع الموديليشن، وخاصة ما يتعلق بموضوع الامبليتيود موديليشن. بمعنى أنه أي إشارة راح نضرب عندنا هنا بإكسبونيشال راح يسبب لي بالفريكوانسي دومين هي عبارة عن شيفت، وهذه راح نستفاد من عدها متى ما كان، أو فرضنا نوصل لموضوع الموديليشن وأنا عندي انفورميشن نسميها الموديليتينج سيجنال، انضربت بي اكسبونيشال، هذا هو تاثير الكارير، وظيفه الكارير انه ينقل لي اياها باعتبار راح يسبب لي شيفت بالفريكوانسي دومين. هذه راح نناقشها بالتفصيل من نوصل لموضوع الموديليشن وبالاخص موضوع الامبليتيود موديليشن. زين، يعني بمعنى انه لو كان انا عندي جي اوف تي مضروب في كوساين، وغالبا ما راح ناخذ الكارير بموضوع نقل المعلومات يكون هو بصيغه الكوساين، فكوساين اوميجا نوت تي هذه رياضيا نفتحها أقول هي عبارة عن 1/2 باعتبار كوساين ينفتح الشكل، يكون هو عبارة عن قوس جي أوف تي مضروب في زائد جي أوميجا نوت تي زائد جي أوف تي مضروب في ناقص جي أوميجا نوت تي. فمن أجل سأحول
اللينارتي مال الخص فورير راح تكون بهذا الشكل. تحويلتي الاول هو نص في هذه، راح تكون هي جي اوف اوميجا ناقص اوميجا نوت، زائد الثاني هي جي اوف اوميجا زائد الاوميجا نوت. وبالتالي صار شنو عندي هنا، انه تاثير هذا الكوساين هو عمليه شيفتنج بالفريكوانسي دومين للاعتماد على مقدار قيمه الاوميجا نوت اللي موجود عندنا. هذه اهم الخصائص اللي يمكن نستفاد منها، وهذه راح اناقشها بالتفصيل من نوصل لموضوع موضوع الموديليشن وتاثير الشيفتنج على هذا الخصائص. طبقت هنا عندي فقط انه ملاحظه، خلي انه نطيها لموضوع الشيفت على اليمين على الفيز سبيكترم بالنسبه لهنا، شنو التاثير اللي جاي يصير عندي هذا. اذكرنا هنا انه تاثير الشيفتنج اللي موجود عندي، يعني الاشاره اللي موجوده بالتايم دومين بعد ما تنضرب بفريكوانسي بكونستانت راح تؤدي الى شيفتنج. هذا الشيفتنج ممكن نلاحظه بالشكل التالي، يعني خلينا نفترض هسه انا عندي، خلينا نفترض المعادلة مالتي بهذا الشكل. انا بالنقطة الاساس راح افترض انه عندي جي اوف تي اعتيادية، يعني فرضا عندي جيت، هذا الجيت قلنا هي عبارة عن سينك بالفريكوانسي دومين بهذا الشكل. طبعا هذه واحد، هذه تاو على اثنين ناقص تاو على اثنين، العرض الكلي تاو، هذا جي اوف تي، هذا راح تكون هي تاو، هذه هي 2 باي على تاو، هذه ناقص 2 باي على تاو. زين هسه لو كانت هذه الاشاره مالتي هي نفسها انضربت في في كوساين، يعني خلينا نفترض انه هذه هسه الاشاره ضربتها في كوساين، انضربت في كوساين راح افترض انه هذا هنا عندي كوساين هالشكل، خلينا نفترض كوساين ضرب، عمليه ضرب، شنو التاثير اللي راح يصير عندي؟ التاثير راح يصير عندي انه وكل واحده من هذولي الطيف الاشاره مالتي بدل ما كان هي بالسنتر مالتها بالزيرو راح ينقل بمقدار قيمه الاوميجا نوت، بمعنى انه لو كان هذا هي كوساين اوميجا نوت تي، هذا التاثير مالته راح يولد لي انه شيفتنج بهذا الشكل الشكل، وراح افترض انه هذه هنا عندنا نفس الكلام، وهذا هنا راح يكون عندي اوميجا نوت، هذه زائد هذه ناقص اوميجا نوت. فوظيفته اللي هنا انه سوالي عمليه شيفتنج، طبعا هنا تبقى العرض الكلي هو مالته يبقى كباند ويث، هو هذا نفسه المسافه اللي هي ما بين تو زيروز، اول هذه النقطه راح تكون هي الاربع باي على مقدار قيمه التاو اللي هو الباند ويث الكلي ما بين هذه النقطه وهذه النقطه، نفسه ما راح يتاثر، لكن وظيفته انه سوالي عمليه نقل لي اياها بدل ما انه بالزيرو نقلها الى مقدار قيمه الاوميجا نوت. هذا هو نقصد به بنقل او الشيفتنج بالسبيكترم بالنسبه لطيف الاشاره الكلي، وهذا راح نناقشه من نوصل بموضوع الموديليشن بالتفصيل.